طيب تمام، دلوقتي شباب احنا هنشرح ان هو انا عندي تو ستاك ساعتهم بيبقى ايكوال. فكان في كود على درايف بس هو طويل شويه وصعب، فخالد عمل كود اسهل بكتير وابسط يعني، بحيث نقدر نستوعب الفكره ونمبلمنت احنا بمزاجنا. تمام، انا عندي تو ستاكس، ستاك اسمه اس اللي هو دوت، وستاك اسمه بي اللي هو دوت. تمام، انا عايز اتشيكهم ايكوال بعض ولا لا. فانا اول حاجه دي مبدئيا عملتها ستاتيك، عشان انا هنا اهوت انا باعت له التو ستاكس، يعني انا مش شغال بستاك وبعت له التاني بس، لا انا باعت له الاثنين، عشان كده خليناها ستاتيك. تمام، اول حاجه عملت بولين فلاج واديته ترو. تمام، وعملت اتنين تمب لكل ستاك، يعني الاس عملت لها تمب اس والبي عملت لها تمب بي، ادي الاس وادي التمب اس وادي البي وادي التمب بي. تمام، اول حاجه بتشيك هل الاثنين مش فاضيين، عشان لو الاثنين فاضيين يبقى هما كده ايكوال بعض على طول، يعني هما لو الاثنين فاضيين فانا هخش على طول هريترن الفلاج اللي هو ترو، يبقى هما ايكوال بعض، الاثنين فاضيين فانا بتشيك هل هما مش فاضيين. اه تمام مش فاضيين. طيب تمام، هعمل ايه؟ عندي تو تيمبس ك فاريبل تي اس وتي بي اللي هما الاثنين دولت. تمام، اول حاجه بعمل بوش للتيمب اس، سوري التي اس ذات نفسها، بعمل بوب من الاس نفسها. فانا التي اس هعمل بوب من الهيد بتاعتها اللي هي الفور التوب ولا ايه، فالفور هتروح للتي اس ودي هتروح، وفي نفس الكلام للبي التوب بتاعتها هتروح للتي بي ودي هتروح. تمام، وبعمل بوش جوه الاثنين تمب اس، الاثنين التمب بتاعتهم، فالتي اس هتروح جوه التمب اس والتي بي هتروح جوه التمب بي. تمام، وبتشيك هل التي اس لا تساوي التي بي، انا كده كده بعمل لهم بوش، وبعد ما بوش بتشيك هل دي لا تساويها، لو لا تساويها بخلي الفلاج فولس، كده هما مش ايكوال بعض، وبعمل بريك. طيب تمام، هما ايكوال بعض، بفضل شغال كده اهوت، افضل انقلهم انقلهم انقلهم، فديت هتروح الثلاثه هتروح للتي اس والثلاثه هتروح للتي بي، وبعد كده هتعمل لهم بوش تاني، وطبعا دي هتتشال لما بنعمل لهم بوب، فهتروح هنا اهوت وهكذا. هفضل اعمل كده لحد ما الاثنين ستاك يبقوا مليانين اللي هما التو تمبس، بس الكونديشن عندي ان هما الاصليين يكونوا فاضيين، فلما دول الاثنين يوصلوا بزيرو، واخر حاجه عندي في التمبس اللي هي الفاريبلز كانت 1. تمام، اخر حاجه دخلتها. تمام، وكده بقى عندي كل الكلام دوت فاضي، التمبين فاضيين، فهل هما فاضيين؟ اه فاضيين. كده انا هطلع بره الوايل لوب وانا لسه عندي الفلاج بترو، ما دخلتش دي ولا مره. تمام، بعد ما بطلع المفروض لو انا شغال صح هيرترن الفلاج، بس قبليها في تلات حاجات. اول حاجه ديت عشان اهندل حاجه واحده، افرض انا عندي دلوقتي التو ستاكس كانوا قد بعض، يعني هنا واحد اتنين تلاته اربعه فاريبلز وهنا اربعه فاريبلز، افرض مش ايكوال بعض. مش ايكوال بعض ازاي؟ يعني دلوقتي انا عندي هل ديت فيها حاجه والاوانيه فيها والتانيه فاضيه، او يعني دي كده دي اول كونديشن ان الاوانيه مليانه والتانيه فاضيه، او ان الاوانيه فاضيه والتانيه مليانه. فلو الاوانيه فاضيه والتانيه مليانه يعني هم لو مش قد بعض، في واحده هتقعد تعمل بوب وبوش وفي واحده هيفضل فيها داتا، فلو واحده منهم فاضيه وواحده فيها داتا او العكس، التانية هي اللي فاضية والأولانية هي المليانة، فهيعمل الفلاج بفورس، عشان كده مش ايكوال بعض، عشان في واحدة أكبر من التانية. طيب تمام، بعد كده هوت فأنا خلصت، أنا كده خلاص عرفت أنا كده معايا الفلاج بتاعي سواء بترو أو بفورس، سواء كان ايكوال بعض أو لأ، بس أنا الداتا عندي جوه التمب والتمب أنا عايز أرجعهم تاني، فديت بترجعهم تاني، بعمل وايل لوب طول ما التمب اس مش فاضية، اعمل بوش حط جوه الاس بوش اللي هيطلع من البوب دوت. فأنا مثلا التمب اس هنا هوت تقول هل هي فاضيه؟ لا هي مش فاضيه، خلاص اعمل بوش دوت، اعمل بوب لدوت واعمل له بوش هنا اهوت، فهيجي هنا اهو ودي هتتشال. هفضل كده اهوت لحد ما ارجع الداتا كلها زي ما كانت بنفس الترتيب بتاعها، انا مش بعمل سورت او حاجه، انا بس الارقام هي مترتبه، بس هو هفضل كده اهوت، ودول كلهم طبعا هيجوا هنا اهو زي ما كانت. تمام، ودي طبعا عمل لهم بوب كلهم ورجعت مكانها تاني، وفي الاخر برتن الفلاج، برتن الفلاج. طبعا الفلاج زي ما قلت لكم لو كان ترو فهو كان هنا اهوت، واللي هيخليه فورس يا اما هما مش بيساووا بعض في ايام ساعه التمبس، يا اما في واحده مليانه وواحده فاضيه اللي هما مش ايكوال سايز، بس كده.